وسط مساع متواصلة للدوحة وأنقرة في نشر الإرهاب ودعم العناصر المتطرفة الموالية لأخطر التنظيمات المتشددة وإرسالهم إلى ليبيا، لا زالت هاتين الدولتين المصدرتين للإرهاب تستمران في إخضاع حكومة السراج تحت مظلة حكمها من أجل بسط نفوذهما على أبرز الأماكن السيادية في ليبيا وتحويلها تحت إمرتها عبر استدامة الفوضى وتعميق الانقسامات داخل البلاد. فقد عزز الاتفاق العسكري الموقع بين حكومة السراج مع وزيري الدفاع القطري والتركي الكثير من المخاوف من استنساخ التجربة الصومالية في ليبيا، حيث أتاح الاتفاق إرسال الدوحة مستشارين عسكريين لتدريب ميليشيات السراج، الأمر الذي يعكس محاولات قطر وتركيا في تشكيل قوات موالية لهما في البلاد، إضافة إلى تدشين كليات مشتركة للتدريب. وبالخصوص يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه الخطوة تعمق من حجم الانقسام داخل الأراضي الليبية، خاصة وأن هذه العملية طبقتها الدوحة وأنقرة سابقا في الصومال، ما فاقم من عمليات الفوضى التي تشهدها مقديشو حتى يومنا هذا، إذ تسعى هاتين الدولتين من وراء هذه الاتفاقيات إلى التسويق بأن تكون تلك القوات نظامية للتخفيف من الضغوط الدولية التي تدفع إلى تفكيك كافة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية. فبالرغم من كافة التحذيرات الدولية لتركيا وحكومة الصخيرات، إلا أن التصعيد العسكري والتحشيد المكثف للمرتزقة يؤكد على رغبة الدوحة وأنقرة في مواصلة المزيد من التوتر داخل ليبيا، كما أن هذه التطورات تأتي للكشف عن التناقضات التركية القطرية الزاعمة للحل السياسي، بينما تواصلان حشد المرتزقة السوريين لدعم حكومة السراج والدفع نحو تأسيس قوات نظامية موالية لهما من جهة أخرى.